إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا انا عرضنا الامانه التي ائتمن الله عليها المكلفين من امتثال الاوامر واجتناب النواهي على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وخفنا ان لا يقمن بادائها وحملها الانسان والتزم بها على ضعفه انه كان شديد الظلم والجهل لنفسه